السلام ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بن عطية. في الفيديو متاع اليوم نشوفوا مع بعضنا طريقة إضافة رابط سناب شات في التيك توك، يعني يولي رابط الحساب متاعك على سناب شات موجود في التيك توك، باش ينجم أي إنسان أو يتمكن أي إنسان من إضافتك على السناب شات من خلال التيك توك. باش تشوفوا الفيديو هذايا تتبعوا الطريقة هذية. ما عليكم كان تفرجوا في الفيديو، قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك، تفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم إشعار. ونبدأ مباشرة في الشرح متاعنا. أول حاجة نعملوها نمشيوا للحساب متاعنا على السناب شات، نقوموا بفتح الحساب متاعنا كما قاعدين تشوفوا. بعد ما تقوم بفتح الحساب متاعك تضغط على الصورة متاعك الموجودة في أعلى يسار الشاشة. بعد الضغط عليها باش تلقى روحك داخل الحساب متاعك أو داخل الداشبورد متاع الحساب متاعك. تمشي تضغط على الرمز الموجود في ثلاثة دوائر، رمز المشاركة الموجود في أعلى يمين الشاشة بجانب الرمز متاع الأعدادات، تضغط عليه. وبعد ما تضغط عليه باش يجيوك العديد من الاوبشنز باش تقوم بمشاركة رابط البروفايل متاعك. باش نختاروا اول اول اوبشن اللي هي كوبي او نسخ، نقوموا بالضغط عليها. وبعد نخرجوا من الحساب متاعنا في سناب شات ونمشيوا مباشرة الى تطبيق التيك توك. قوموا بفتح التيك توك كما قاعدين تشوفوا، هذا الحساب متاعنا، ونضغطوا مباشرة على edit profile. بعد ما نضغطوا على edit profile باش نلقاو العديد من الاوبشنز الموجوده، ومنها اوبشن مكتوب عليها ويب سايت. نضغطوا على الاوبشن هذه، قوموا بمسح الرابط اذا كان فما موجود رابط اخر، نضغطوا على بيست. بعد ما نضغطوا نمشي ونحطوا السهم متاع الكتابه اللي قاعدين نشوفوا فيه، نحطوه قبل HTTPS، قبل أول هاش في HTTPS، ونقوموا بمسح الباقي، خليه فقط الرابط متاعنا. وبعد ما خليه الرابط هذايا نجمش نضغط على سيف لأنه الرابط كان موجود في الأصل، معناها عندي محطوط الرابط في المكان الويب سايت، نضغطه بعدها على سيف. بالنسبة لي باش نضغط على كانسل كما قلت لكم لأنه موجود معناها من الأصل الرابط هذايا. بعد كي نعود الى الخلف، وكيف تضغط على الرابط هذاك كما باش نشوفه مع بعضنا توا، نضغطوا على الرابط. الرابط هذا باش يهز مباشره الى الحساب نتاعك نتاع السناب شات كما قاعدين نشوفوا. قال لي لو لانه هذاك الحساب نتاعي انا، معناها ما نجمش نقوم باضافه نفسي، نضغطوا على اوكي. هذا هو بالنسبه للاشخاص اللي ما تظهر لهمش الكلمة متاع لينك أو كلمة ويب سايت. كنا شرحنا في فيديو سابق كيفاش نجموا تضيفوها للحساب متاعكم، وذلك من خلال الذهاب إلى الأعدادات في التيك توك، وبعدها تضغط على مانج أكاونت وتقوم بتغيير الحساب متاعك إلى حساب بزنس. كما قلنا هذه ديجا كنا شرحناها في فيديو سابقة في القناة متاعنا. وبالطريقة هذه يكون عندك الرابط متاعك متاع حسابك سناب شات موجود، وأي شخص ينجم يقوم بإضافتك على سناب شات أو الدخول لحسابك على سناب شات من خلال الرابط هذا. كان هذا الفيديو متاعنا اليوم، إن شاء الله يكون الفيديو فاتكم وعجبكم. إذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديدة يجيكم إشعار. وللفيديو القادم إن شاء الله ما بقالي باش نقول لكم كان إلى اللقاء.